أهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام. شخصية اليوم فنان ابن مدينة فاس، عاشق للأغنية المغربية والموسيقى. معنا ومعكم اليوم صوت ولا صوت من الأصوات الطربية الجميلة. مرحبا جميعا بالفنان ديالنا عبد الحسني. نعم، مرحبا بك سي عبد الحسني. شكرا شكرا، مرحبا بك. اولا قبل كل شيء كنقدم التحيه ديالي للقناه ديالكم فاس نيوز، وتنوجه لها الشكر على هذه الاستضافه اللي استضفتني. نعم، كنتمنى لها مسيره موفقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. سي عبد الحسني، كاي فنان او شاب في الفن ملي كيجي عندنا برنامج شخصيه اليوم كنبغيو نعرفوا اكثر عن الجمهور، غتقول لنا شكون هو عبد الحسني وكيفاش كانت بدايته الفنيه؟ كانت البدايه ديالي بدايه فنيه من الصغر. كنت عندي ميول للموسيقى. نعم، ويعني من خلال كان عندي واحد الحس ديال الموسيقى، كنبغي مثلا كنسمع شي حاجه يعني في الراديو مثلا هكا ولا هذا، يعني كتسير الانتباه ديالي كان كيمشي، يعني كان ميول موسيقي من الصغر. يعني من الصغر انت كتمارس مهنه الفن؟ نعم. كدير شي حاجه من غير الفن ولا غير الفن؟ لا غير الفن. ما شاء الله. نعم. سي عبد الحسني، كنعرف على انك عازف للعود. انا سمعتك شخصيا ما شاء الله عليك، عازف رائع وصوت ما شاء الله عليك. يعني شنو هو السبب اللي خلاك ما تاخذش الحق ديالك في الساحه الفنيه؟ واش نقول لك، يعني بالنسبه للفنان ما سيرتو ما واخدش الحق ديالو في الفنان، يعني بصفه عامه ما واخدش الحق ديالو في هذا. لا انت بالضبط كفنان علاش ما خديتش الحق ديالك؟ واش نقول لك، ظروف صافي يعني. ان واش ظروف ماديه ولا لا؟ ظروف يعني ماشي ماديه، ظروف كتجلى يعني بحال دابا ولات الفن يعني الحاجه المزيانه كتكون مغطيه، ومثلا الحاجه اللي هي غير هذا. يعني وقت كنعرفوا ان كاين اصوات ما شاء الله عليهم قويه بزاف بحال الفنانه سعاد حسن اللي نعم. هي ما خداتش الحق ديالها في الوسط الفني، وتحيه ليها من المنبر هذا، صوت رائع. نعم. كذلك انت ايضا ما خداتش الحق ديالك في الوسط الفني، شنو هو العارض الاساسي اللي ما خلاكش يعني تاخذ الحق، ما تاخذش يعني شنو هو العارض الكبير ان ما تاخذش الحق ديالك في الساحه الفنيه؟ واش يعني كنعرفوا ان الفن خصو ماديات باش تسجل، باش دير البوم، باش دير فيديو كليب، او يقدر درت محاولات يعني، وكنت يعني سجلت واحد الالبوم ولكن ما خداش الحق ديالو. نعم. يعني بصراحه، ولكن كنتمناو ان شاء الله مستقبلي ان شاء الله يكون شي حاجه ان شاء الله. تسمعني شي حاجه بالاوديات قبل ما نكمل الحلقه؟ اي حاجه ياك. غادي نقدم لكم واحد القطعه ديال محال واش ينساك البال للفنان محمود الادريسي، اللي كان نتمناو له طول العمر، كنقدموا له التحيه من هذا المنبر. محال واش ينساك البال، واش ينساك البال، محال اسمك يتمحى، وحال ينساك البال، غبتي انت وبقى الخيال، ويلي وبقى الخيال، شغلني في مسا وضحى، وحال ينساك البال، وما زال ما فقدت الامل، ما فقدت الامل، ما زال وما زال ما زال ما فقدت الامل، ما فقدت الامل، ما زال وما فقدت الامل، وما زال ما طويت الصفحة. صفحة
في حياتي فحياتي ومرسومة في صميم القلب في صميم القلب وكيفاش يمكن نمحيها كيفاش يمكن نمحيها سبحان بعام من ذاتي من ذاتي ومن سوجة بخيوط الحب بخيوط الحب ودموع علوفة ترويها معلوفة ترويها ولا سألتها تتكلم ولا سألتها تتكلم وتفاجئ علي الأهوال وتحلى الدنيا بها ولا طويتها تألم ولا طويتها تتألم ونعيش تاني للموحال وللحيرة نرجع لها وما زال ما زال ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل ما زال وما زال ما زال ما فقدت الأمل ما فقدت الأمل ما زال وما فقدت الأمل وما زال ما طويت صفحة. تبارك الله عليه صوت رائع وبالنسبة لي مش أول مرة غادي نسمعك سمعتك وعاودت ما شاء الله صوت رائع وللأسف الأصوات بحال هذه ما كتاخدش الحق ديالها في الساحة الفنية كنت منو إن شاء الله تاخد الحق ديالك في الساحة الفنية من خلال حلقة برنامج شخصية اليوم. نعم سي عبدو حساني عمرك فكرت تشارك شي برنامج غنائي؟ كنت شاركت في واحد البرنامج من خلال الإذاعة ديال فاس راديو واحد البرنامج ديال آلو ستار وكنت غنيت فيه عدة أغاني يعني من مغربية عدة فنانين كبار هنايا بحال فتح الله المغاري بحال عبد الهادي بالخياط العمالقة ديال الطرب نعم غنيت لهم شحال من أغاني وغنيت للحياني الله يرحمه اختاش تغني يا قلبي غنيتها في هذا البرنامج هذا ديال أروستار نعم والمهم الظروف ما كانش فرصة زعما باش إن شاء الله مازال خير هذا فرص ولكن كنتمناو على الله إن شاء الله يكون خير القدام إن شاء الله خير إن شاء الله شكون هو القدوة ديالك؟ القدوة ديالي بالنسبة للفنانين في المغرب غنينا على التعريف عبد الهادي بالخياط والدكالي والحياني الله يرحمه فتح الله يرحمه هادو كاع هادو عمالقة ديال الفن في المغرب نعم ان شاء الله بالنسبة للنساء الاصوات النسائية نعيمة سامح ما شاء الله الدرجة الأولى أكيد نعم صوت رائع ما شاء الله نعم نعم ما شاء الله عليك نورتينا مرة ثانية برامج ساعتين بغينا نعرفوا شنو الجديد ديالك الجديد ديالي ان شاء الله غادي نوجد شي البوم ان شاء الله الا كتب الله جديد وغادي نخليه مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله تسمعونا ان شاء الله عما قريب مغربي مغربي بطبيعه الحال ما شاء الله نتمنوا ان شاء الله هذا الالبوم ينال اعجاب الجمهور ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غنسولك اخر سؤال قبل ما نختمو قبل ما نقطع التالي غنسولك شنو هو الرأي ديالك بصفة عامة في الفن دا في المغرب بصفة عامة الفن ايوا الفن بصراحة يعني خاصو اهتمام وخاصو يعني الشباب ما واخدش حقه يعني بالنسبة يعني باش تحلو فرصة انه يعني سي عبدو حسن بحكم التجربة ديالك الفنية اشنو تبغي توجه للشباب اللي عندهم طموح في الفن وباغي نوصلو وعلي غادي نوجه للشباب انهم خصهم يتصمتوا على الاغاني القديمه المغربيه العصريه القديمه هنا يعني راه يعني هذه مدرسه يتعلموا منها دائما يمشيوا ببطء داك الزربه وداك داك الشيء ديال الخفه بزاف
ياخذ شويه ديال الرزانه باش شي انسان يقدر يوصل لواحد النتيجه اللي هي مرضيه. نعم. حاليا الى كان شي برنامج يعني في مستوى مغربي ولا عربي واش تقدر تولي تعاود تشارك فيه؟ ان شاء الله. علاش لا؟ علاش لا؟ ان شاء الله. قبل ما تسمعنا مقطع الاخير بصوتك غنبغي نقول للمشاهدين شكرا على المشاهده ديالكم لبرنامج شخصيات اليوم. كنتمنى هذا البرنامج ان شاء الله ينال اعجابكم وانتظروا ما شاء الله في حلقه ثانيه مع فنان ثاني. شكرا. بغيك تشاركيني معايا في الاغنيه اللي غادي نقدم ديال سيدة الطرب أم كلثوم شمس الأصيل. الله أفضل وأروع الأغاني. نشبهك بصفاء نشبهك في صفاء لالك ورائك قلوبنا لما رأى هوى هوى لالك ورائك قلوبنا لما رأى هوى هوى بالمحبة هو صفا صفونا بالمحبة هو صفا مناش لا احنا ولا انت في الحلاوة متين يا ليل يا ليل مناش لا احنا ولا انت في الحلاوة متين يا ليل يا ليل والناي على الشط غنى والأدود بتميل الأدود بتميل على هبوب الهوى على هبوب الهوى على هبوب الهوى على هبوب الهوى لما يمر عليل يا ليل يا ليل يا ليل